everybody, how are you? I hope you are fine. Welcome to a new lesson. مرحبا بكم إلى درس جديد. ودرس اليوم هو to correct, أن نصحح your mistakes, أخطاءكم. يعني بطريقة أخرى, on another way, it's a review. هي عبارة عن مراجعة للدروس السابقة. So to make sure, حتى نتأكد that you understood, أنكم فهمتم الدروس السابقة بشكل كامل. I'll give you a chance, أعطيكم فرصة تنظروا إلى السبورة. I want from you, أريد منكم to stop the video, أن توقفوا الفيديو, and you try, أن تحاولوا أنكم correct, صححوا الأخطاء في هذه الجمل إن وجدت. يعني يا أستاذ مراد, قد تكون هناك جمل صحيحة. نعم, هناك جملتين صحيحة ولا غبار عليهم. بتخدعنا يا أستاذ مراد؟ لا, مش بخدعكم, بأتأكد أنكم فاهمين الدروس السابقة أو لا, أو أنتم فاهمين القواعد بشكل جيد. طبعا you have to stop the video, المفروض توقف الفيديو. وبعد ما انت الان حاولت, الان ساحاول ان نحل الاخطاء او نصحح الاخطاء الموجوده في الجمل. She has to going to London. هنا الجمله هي المعنى تبعها انه هي يجب ان تذهب الى لندن. وهنا طبعا الواضح انه going هنا is incorrect, المفروض ان احنا يعني نلغي الاي بشكل سريع. يعني she has to go to London, هي يجب أن تذهب. البعض يقول أستاذ مراد أنا كنت أتوقع أن أنا أضيف إس, لأنه هنا she has, أو يكون الفعل في التصريف الثالث. لا لا لا, الفعل في التصريف الثالث لا يوجد to, she has gone. لكن طالما يوجد to, القاعدة تقول after to, بعد to الفعل يكون دائما في حالة المصدر. ما معنى المصدر؟ يعني لا ing, لا ed, لا s ولا أي شيء, أصل الفعل هو go. إذن she has to go. They are understanding you now. البعض يقول أنا وجدت now, وجدت الآر, وجدت الING, وهي تعني هم يفهمونك الآن. لا, يعني مش فاهم فين المشكلة أستاذ مراد. أعتقد أن هذه هي الجملة التي أنت قلت عليها صحيحة. لا, I'm sorry, أنا آسف. هناك بعض الأفعال لا تأتي في حالة الاستمرارية, من ضمنها الـ understand. كيف يعني لا تأتي الاستمرارية؟ يعني في أفعال لا يمكن أن تراها وهي تحدث أمامك فتكون مستمرة أمامنا, يعني مثل believe, يصدق, أو feel, أو understand, أو like. مثل like يعني هم they like you, هم يحبونك. لا تستطيع أن تقول they are liking you. طب ما هي هذه الأفعال يا أستاذ مراد؟ عندنا prefer, like, understand, كثير, love, هذه أنا أنزلت كان فيها درس سابق الأفعال التي لا يمكن أن تكون في حالة المضارع المستمر. قصدك سؤال الأستاذ مراد, الأفعال التي لا يضاف لها ING, لا يضاف لها ING أحيانا وتحول إلى اسم. مثلا تجد كتاب, عنوان كتاب مكتوب Understanding the Grammar, فهم القواعد. Understanding Life, فهم الحياة. الING الذي تضاف لتحويل المعنى إلى كاسم يسموه الجيرنت, ما فيش مشكلة. لكن لا يمكن أن تستخدم هذه الأفعال مستمرة أمام عيوننا, يعني لا تكون باختصار في Present Continuous حتى لو كان فيها الآن, لكن هي دائما تستخدم كفعل مضارع عادي. يعني هي يبان شكلها أنها كأنها في مضارع البسيط, لكن المعنى هو الآن. She can singing good. هنا في الحقيقة there are two mistakes. أول شيء, لا يوجد ing بعد الكان, الكان الفعل يأتي بعدها مصدر. والجود هنا خطأ, لابد أن يكون well. لماذا يا أستاذ مراد؟ هي تستطيع أن تغني جيدا وليس جيد, لأن هذا ظرف, والظرف يصف طريقة الفعل الغناء. وحسب مش فاهم أنا إيش هو الأدفيرب هذا الظرف. الظرف هذا درس شرحته, أنه إذا أردت أن يعني تعرف ما هو الظرف, تجد الـ ly هو عادة ly مضافة للصفة, quick quickly, quick سريع, quickly بسرعة, slow slowly, عرفتها أكيد, ذكرتوها. هذه تكون عادة تصف الفعل, هي تغني, تستطيع أن تغني quickly بسرعة. لا تستطيع أن تقول she can sing quick ولا slow. طيب هذه أيضا ستمرد, لا يوجد فيها ly. لا, هنا الgood الظرف منها will, يعني هذه من الاستثناءات. يعني صحيح أنه أي صفة تحولها إلى ظرف إضافة ly, مثل quick, quickly, slow, slowly, bad, badly, لكن الgood لا تضاف لها ly. الgood الظرف منها بدل goodly, ما فيش goodly, يتصير will جيدا. What she studies at school, ماذا هي تدرس في المدرسة؟ السؤال يبدو للوهلة الأولى 100%, ولكن للأسف أنه هذا الزمن, هذا الزمن للسؤال غير معروف. والمفروض أن تكون What does she study
بدون اي اس ترجع الفعل مصدر. What does she study at school؟ واحد يقول انا كتبت did. والله يشوف اذا انت اذا كان في الجمله هنا yesterday last week كان صح كلامك. طب انا واحد يقول انا كتبت will، اذا كان في tomorrow next week. طب صد مرات مش موضح، ما هو ما دام مش موضح في الغالب يكون present simple مضارع بسيط، والمضارع البسيط يكون does. ومن الدز نفهم ان هذا السؤال يتحدث على يوميا على العادات، ماذا تدرس المدرسه في العاده يعني. I will not can visit you tomorrow. واحد حاب يقول للآخر والله أنا لن أتمكن من زيارتك غدا، مش هقدر. وهنا خطأ لأنه الويل والكان لا تأتي مع بعض. طب ما هو الحل يا أستاذ مراد؟ هنشيل الكان ونقول I will not be able to. Be able to، تتذكروا احنا درسنا be able to، واللي مش عارفها ينظر إلى الدروس السابقة. Be able to هي نفس الكان، اللهم انه الفرق انه البي ايبل تو تاتي في المستقبل، ولكن الكان لا يمكن ان تستخدمها في المستقبل. يعني ما فيش في الانجليزي كله يا استاذ مراد اي ويل كان، ما فيش في الانجليزيه كلها اي ويل كان. هاو لونج ار يو ان تايلاند، احدهم يريد ان يسال الاخر انت قديش صار لك في تايلاند. هاو لونج ار يو ان تايلاند، انا شايفها يا استاذ مراد 100 100. انا صراحه شايفها مش 100 100. ليش يا استاذ مراد؟ انت بتسال على البيريود، الفتره. من تخصصات السؤال على الفتره في المضارع هو الهاف بين، فمفروض تغير are you إلى how long have you been. how long have you been يعني يا أستاذ مراد دائما إذا ما أردت أن أسأل عن البيريود على الفترة أقول how long have you been، how long has she been، بس بالضبط. طيب وفي الماضي؟ لا في الماضي ما فيش مشكلة how long did you stay، كم مكثت، how long في المستقبل، how long will you stay. لكن إذا هو الشخص ما زال في المكان الفلاني بتسأله على المضارع قديش صار لك، هي how long have you been، how long has she been. على طول كده يا أستاذ مراد، على طول كده. هي كما أخبرتكم هي مراجعة يعني. Which pens are your؟ أي الأقلام هي أقلامك؟ كنا واضح الخطأ إنه Which pens are yours؟ أي الأقلام ملكك؟ لأنه عندنا your لابد أن تضع بعدها اسم your pen، لكن yours لا يستخدم بعدها اسم. تبع من هذه الأقلام؟ They are yours، تبعك. They are mine، تبعي. Hers تعرفوا hair؟ وhers تبعها. theirs تبعهم. theirs و hers و yours لا تضع بعدها اسم. هنا من الأخطاء التي يكررها الكثير، واحد يقول للآخر if they will help me، لو هم سوف يساعدونني I would help them، لكنت ساعدهم. هنا طبعا المسألة كلها مخنبصة، خطأ في خطأ. أولا قاعدة الإف، هناك يعني جزئين لقاعدة الإف. الجزء الأول اللي هو الشرط، لو هم يساعدونني سوف أساعدهم، يعني هذا أصل الجملة. فهنا اصلا لا يوجد في الجزء الذي يوجد فيه كلمه اف لا يوجد ويل. الويل او الويل او الود ياتي في الجزء الثاني من الجمله، فلا تستخدم ويل. واحد يقول بس معلش مراد معلش حبه حبه معايا، احنا لو فكرنا فيها في المنطق هتحتاج الويل، لانك انت المفروض تقول لو هم سوف يساعدونني. كلامك صحيح، لكن ممنوع في اللغه الانجليزيه بعد الاف وبعد الوين وبعد الوايل ما تضع ويل، يعني لا تضع هنا if they help me. كده يا استاذ مراد انت مش شايف انها مضارع لو هم يساعدونني كل يوم؟ صحيح كلامك، لكن هنا المعنى، المعنى في المستقبل، يعني لما تترجمها تقول لو هم سيساعدونني، وهنا تغير الود فتقول I will، لانه help مضارع فياتي مع المضارع will. لو كانت هذه help ستكون would. وعلى كل اذا انت مش متاكد منها ارجع لقاعده الاف. Why you cry now؟ واحد يقول الثاني بيسأل يقول أنت ليش بتبكي الآن؟ أنت لماذا بتبكي الآن؟ لماذا؟ طبعا اللي بيشوفها واحد 100 100 أنا أقول لك مش 100 100، هي Why are you crying؟ Why are you crying؟ Why are you crying now؟ لماذا تبكي الآن؟ واحد يقول طبعا أنا مش فاهم ليش يعني؟ لأنه بدون الآر بدون الزمن الجملة غير معروف. ما هو كلمة now يكفي يا أستاذ مراد؟ لا مش مكفية، مش مكفية صدقني. We have to leave yesterday. واحد كان يعني يريد أن يقول إحنا كان لازم نمشي أمس، كان لابد، كان يجب علينا. فكان يجب علينا المفروض تغير بدل have to had to بسبب yesterday، ولا غير yesterday وخليها now. أنت غير واحدة منهم لأن كده غير منطقية. yesterday أمس و have to للآن. فيا أما تغير هذه أو تغير هذه. When I arrived home، عندما وصلت إلى البيت، جون has left. جون كان يعني للتو يعني غادر.
وهنا من الباست بيرفكت هذا الماضي التام، هنا المفروض انك تغير الهاز الى هاد. كان توم يعني مشى منذ وقت قصير، يعني عندما انا وصلت البيت كان يعني كما نقول دوبه او منذ وقت قصير مشى. Are they interested in work in our company؟ هل هم مهتمين في العمل في شركتنا؟ خذها قاعدة عامة، بعد حروف الجر إذا جاء فعل لابد أن تضيف ing، يعني in work هنا خطأ in working. كل حروف الجر ست مرد نعم with إلا to، حرف الجر to هذا يعني يستثنى من الموضوع. أما with on at تضع بعدها أي فعل يأتي بعدهم تضيف له ing. She is liked by everyone، هي يعني كما يقول هو محبوبة من قبل الجميع. هنا لو ركزت الجملة صحيحة. لماذا؟ هذه مبني للمجهول. كيف مبني للمجهول؟ أصلها everyone likes her، الجميع everyone likes her، الجميع يحبها. إذا أردنا أن نحول هذه الجملة إلى مبني للمجهول سنحول الهير إلى شي. هنا الشي في حالة المبني الأوبجكت يعني، فتصبح she is، عفوا نحن she is، إذا أنا نسيت الإس فاللي غلط فيها دحين معذور. she is liked by everyone، هي محبوبة من قبل الجميع. طيب I do like sport، أنا أحب الرياضة. واحد يقول فعلين وراء بعض ما يصلح صد مرات، صح؟ لا، الجملة هذه صحيحة. واحد يقول كيف أنت علمتنا أو نعرف إحنا إنه ما فيش فعلين وراء بعض باللغة الإنجليزية؟ يعني I like swim خطأ، I like to swim. She wants، هي تريد، go خطأ، she wants to go، اتفق معك 100%. لكن في حالات استثنائية عندما تريد أنك أنت emphasize تؤكد، يعني تؤكد لأحد شخص تؤكد له، فواحد يقول لك أنت ما بتحب الرياضة، you don't like sport، فتقول له مين أنا؟ I do like sport، أنا أؤكد لك أني أحب الرياضة. يعني هذه بس حالات محددة بالضبط. عندما تسمع I do like sport يعني أنا أؤكد لك، نوع من التأكيد يعني، تمام؟ بس في هذه الجملة لا، في أي جملة أخرى يعني عندما تقول أنا مثلا أنا مثلا لا أحب أنت لا تحب الموسيقى، فتقول من أنا؟ I do like music، I do play football، I do، نوع من التأكيد. أتمنى كذا أن يكون الصبور أمامكم واضحة اللي يريد أنه يشاهدها. انا هترك لك الفرصه يعني عشان ننهي الفيديو، انت يو كان ستوب ذا فيديو، لكن اذا اردت ان تشاهد الفيديوهات السابقه والاخطاء هذه من فين جاءت وكيف صلحنا وتريد ان تشاهد الفيديوهات السابقه، اضغط اسفل الشاشه التي امامك على تعلم انجليزي مع مراد. ستظهر لك في الاعلى قائمه التشغيل، من خلال قائمه التشغيل ستظهر لك جميع الدروس السابقه المستويات، وكل مستوى مجموع في قالب لوحده. ابدا المستوى الذي يتناسب معك، واذا اردت ان تعرف اين هو مستواك اختبر، هناك اختبار في نهايه كل مستوى، اختبر نفسك وتاكد هل انت مؤهل ان تدرس هذا المستوى، تعيده او تنتقل للمستوى الذي بعده. شكرا جزيلا لكم، وها هي الصبوره، يو كان ستوب ذا فيديو، يمكنكم ايقاف الفيديو، و ثانك يو فير ماتش، مع سلامه الله. هالو ايفريبادي، مرحبا بكم جميعا الى درس جديد اليوم، واليوم هنتكلم على الـ common mistakes. mistakes يعني أخطاء، و common شائعة أو منتشرة، يعني الأخطاء أو الشائعة أو المنتشرة عند كثير من الطلاب اللي يغلطوا في اللغة الإنجليزية وما بيعرف إنه بيكرر هذا الخطأ وبيكون عرضة ل يعني مواقف قد تكون مش كويسة في العمل أو في الحياة أو في السفر. خلينا نأخذ الموضوع على نقطة نقطة ونشوف إيش المشاكل. كثير من الطلاب في الجملة الأولى عندنا بيقول الطالب I am go to school now. طبعا أنا أنزلت مقطع عن الـ ing، هنا الجملة خاطئة لأنه في am ولا يوجد ing، بحيث أنه أنا تكلمت عن عائلة البي كاملة، البي مع الإز والآر والواز والوير، وكذلك التصريف الثالث البن منهم، تحدثنا إنه كل هذه العائلة إذا جاء بعدها آم والإز والآر إذا جاء بعدها فعل لابد أن نضيف للفعل آي إن جي جملة وسؤال ونفي. وهذا طبعا الواضح فيها إنه الخطأ فيها إنه في جو لابد ما هضيف آي إن جي. طبعا ضيف على ذلك أخطاء كثيرة بنسمعها من كثير من الناس،
بيقول مثلا هي از بلاي، شي از سويم، ذي ار كوك، وهذه كلها طبعا جمل خاطئة. وهي حقيقة هذا الخطأ بيتكرر بشكل كثير جدا في اللغة الإنجليزية، سواء كان في الجملة أو لما واحد بيسأل سؤال فيقول واحد للآخر ار يو جو، يعني هل أنت ذاهب إلى العمل، ار يو جو تو ورك، وهذا خطأ طبعا، لازم يقول ار يو جوينج، بما يعني أن القاعدة تقول أنه البي إذا جاء بعدها فعل، البي وعائلته يعني الفعل يضاف له اي ان جي، سواء كويشن أو نيجاتيف أو سنتنس أو جملة عادية، هذه من الأشياء اللي تحاول أنك تأخذ بالك منها عندما تتحدث اللغة الإنجليزية. فإذا أحضرت عائلة البي الآم ولا الإز ولا الآر ولا الواز ولا وير ولا البين، لابد أن نضيف للفعل اي ان جي جملة وسؤال ونفي. الجملة الثانية هي از جوينج تو سكول افري داي، هنا بنشوف الإز مع الاي ان جي ممتازة، ما فيش أي مشكلة. المشكلة كانت في افري داي، لأن افري داي هو يوميا، ويوميا هذا متخصص في البريزنت سيمبل في المضارع البسيط. فإذا معناته الآن الجملة لا إنها صارت مضارع مستمر، يعني لأنه هي از جوينج لازم تكون مع كلمة ناو الآن، أو ما يسمى at the moment في هذه اللحظة أو right now. لكن هنا جاء every day. طبعا اللغة الإنجليزية إخواني عاملين شغل تخصصات، يعني البريزنت كونتينيوس اللي هو الإز والآم والآر مع آي إن جي، هذا تخصصه على أشياء اللي تحصل الآن. البريزنت سيمبل اللي هو بعد الهي والشي والإيت الفعل يضاف له إس، هذا تخصصه يوميا أسبوعيا شهريا على العادات. الباست سيمبل اللي هو الماضي اي دي، هذا تخصصه للماضي قبل اسبوع قبل شهر قبل سنه، المستقبل وهكذا. فلذلك هنا الان الجمله ما اصبحت يعني مضارع مستمر ولا صارت مضارع بسيط. طب ايش نعمل في هذه الحاله عشان نصحح الجمله نخليها؟ معنا حلين، يعتمد على نيتك او على رغبتك في انك ايش تقول الجمله. هل انت حاب تقول انه هو يذهب الى المدرسه الان؟ فهتعدلها فقط، هتغير every day إلى now. أو الطريقة الأخرى، إذا أنت يعني حاب تقول لي لا يا أستاذ مراد، أنا فعلا ناوي أقول إنه هو بيروح للمدرسة كل يوم، فهنخليها مضارع بسيط، فهنشيل الـ is وهنشيل الـ ing ونخليها إيش؟ goes، هنضيف للفعل es. واحد بيسأل ليش؟ لأنه المضارع البسيط قانونه أنه أي فعل بعد الهي أو الشي أو الإيه يتم إضافة إس أو إي إس للفعل الذي يأتي بعده مباشرة. اللي مش عارف هذا الدرس ممكن يشوف درس البريزنت سيمبل المضارع البسيط. إذا معنا حلين، إما أنك تغير إيفري داي وتخليها ناو وتخلي الإيز والآي إن جي فتصبح هي إز جوينج تو سكول ناو، فتصبح هو دائما المدرسة الآن، كويسة جدا. أو أنك تخلي إيفري داي زي ما هي وتغير الاز والاي ان جي وتخلي الفعل جوز فقط بدون از بدون اي ان جي. اعتقد الصوره اصبحت واضحه. النقطه الثالثه هي از اندرستاندينج يو ناو. واحد بيقول لي اعتقد انت كده ما عندكش اي حجه، جايب الاز وجايب الاي ان جي وجايب الناو، انت هتجننا ولا ايه؟ طيب المشكله هنا انه في افعال لا يضاف اليها اي ان جي في اي حال من الاحوال، لا يمكن ان تكون في البريزنت كونتينيوس، يعني لا يمكن ان تكون في المضارع المستمر. واحد يقول لي عيد العيد ايش مش فاهم، هقول لك حاجه، في افعال بالمنطق كده وبالعقل لا يمكن ان تص يعني ان تكون امامك بتصير، يعني زي ايش يا استاذ مراد؟ افعال مثلا زي want يريد، ايوه، زي understand، زي remember، زي prefer يفضل، remember يتذكر، و prefer want و believe يصدق أو يؤمن، كذا فعل. هذه الأفعال لا يمكن إنها تكون في المضارع المستمر وهجمعك، يعني المسألة مش هعطيك إياها زي ما بيعطوك بعض الناس يقول لك احفظها كذا وانتهى الموضوع، انه اندرستاند وكذا لا تضيف لها اي ان جي او لا يمكن ان تكون في المضارع المستمر وانتهى الموضوع. لا، انا هشرح لك. انت الان لما بتقول فلان بياكل الان امامك،
من المعروف انك انت هتقول هي از وهتجيب الفعل ايت وهتضيف الاي ان جي فيصبح هي از ايتنج ناو هو ياكل امامي الان بياكل اذا اخوك اتصل ابوك قال لك اخوك ايش بيعمل وات از هي دوينج هتشوف هتنظر اليها تقول هي از بلاينج فوتبول هي از سويمينج اتفقنا لكن صعب انه انت او مستحيل انه انت تخلي هذه الافعال تحصل امامك مثل اراده يعني من الصعب انه واحد يقول لواحد انت ايش جالس تعمل فبيقول له انا جالس اريد اي ام وونتينج انا جالس اريد فهذا الفعل لا يمكن ان يرى ويحدث امامك يعني لا يمكن ان يكون في الاستمراريه كذلك اتذكر تذكر كذلك البريفير انا جالس افضل يعني شوف فلان جالس يحب مثل لايك برضه اللايك لا يمكن ان يضاف لها الاي ان جي وتكون في حاله الاستمرار يعني لا يمكن ان تقول شوف عبد الله والله جالس يحب الموسيقى شوف كيف والله طريقته في حب الموسيقى رائعه الموضوع طبعا لا يمكن ان يحدث بهذه الطريقه اذا هناك افعال لا يتم اضافه الاي ان جي لها وان شاء الله اذا حاولت اعمل لها درس منفرد لها او خاص ان شاء الله سانزل درس لها لكن خذ فكره انه هذه الافعال مثلا اللي امامك لا يمكن ان تكون في حاله المضارع المستمر طيب والحل يعني هنصحح هذه كيف هذه انت هتشيل الاس وهتشيل الاي ان جي لانه طالما ان هم الاثنين قرروا ان هم الاثنين الاس والاي ان جي لازم يجوا مع بعض او ينشالوا مع بعض وانت هتخليها مضارع بسيط يعني اذا قصدك هذا كلهم ما يجوا الا في حاله البريزنت سيمبل صحيح الكلام هذا دائما يكونوا في حاله البريزنت سيمبل المضارع البسيط لا يمكن ان ياتوا في حاله الاستمراريه زي ما شرحت لك انه فلان جالس يحب الان او جالس يريد او جالس هذه افعال لا يتم استخدامها في البريزنت كونتينيوس الان ننتقل الى النقطه اللي بعدها does she short هنا تلاحظ العمليه بسيطه جدا واحد يقول والله انا بترجمها يا استاذ مراد زي الفل هل هي قصيره يعني ايش المشكله فين الاشكاليه الاشكاليه يا عزيزي ان does والدو وكمان الديد هؤلاء لا يسألوا إلا عن أفعال فقط فيرب لا يسألوا إلا عن أفعال يعني أنت ما تقدر تستخدمهم للصفات واحد يقول لي مش فاهم الحين أنت الآن الدز والدو والديد تاخذها قاعدة أنت بتسأل عن فعل الدو والدز في المضارع فتقول مثلا does he go does he play does he swim does he study study go play وهذه كلها افعال حتى اذا حبيت تسال في الماضي هتقول did you go did you study did you play فقط تسال افعال لا يمكن ان تضع هنا صفه او اسم يعني ما تقدر تقول does he teacher does he handsome لا هل هو وسيم لا يمكن طيب وايش الصح يعني ايش اللي المفروض نعمله هنا العمليه بسيطه جدا انت لو تجيب اصل الجمله انه هو حاب يقول هي قصيره اصلها she is short حولها الى سؤال فترجع لك is she short العمليه بسيطه فتكون is يعني اصلها is she short اذا اختلط عليك الامر جيب اصل الجمله ثم اعكسها فتتضح الامور بالنسبه لك اللي بعده does he has children واحد يقول لي هنا ايش المشكله؟ هل هو عنده اطفال؟ يا اخي انت هتجنننا ليه؟ يا اخي مش هجنك ان شاء الله وهتفهم معي انا بحاول اركز على الاخطاء اللي بتتكرر وبسمعها انا شخصيا من كثير من الطلاب. هنا الخطا يكمن في هاز. ليش؟ لانه انت الان بتقول does he has وهنا المفروض ان الفعل يرجع مصدر فيكون هاف. واحد يقول لا 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 اقنعني كما اقنعتني هقنعك انا. انت الان واحد يقول انا اللي اعرف انه بعد الهي والشي والات يجي هاز وانتم علمتونا كذا في الانجليزي كذا وهذا الصح صحيح كلامك لكن في السؤال مش احنا لما نعمل جمله في البريزنت سيمبل مثلا شي لايكس هي تحب لما نحول سؤال نقول داز شي لايك بدون اس صح؟ هنشيل الاس احنا لا يوجد اس في السؤال في السؤال فهو يعتبر انه الهاز هي الاس وان الهاف هو المصدر من الهاز
يعني بدون اس، يعني انت الان لما بتقول هي او نقول يو، يو هاف، يعتبر انه الهاف هو مش اس، يعني بدون فعل مضاف اليه. بينما تقول شي هاز، يعني كانك اضفت الهاف هذه اس، بس طبعا هي ما تصير كذا، بتصير هاز. فلما تكون سؤال انت هتكون من شي هاز، داز شي، هترجع اصل الفعل هذا اللي هو هاف. داز شي هاف. واحد يقول بالله عليك انا متخرج، انت الان لو قلنا انه مثلا داز هي مثلا يذهب، داز هي جو، طبعا انت ما حتحطها جوز لانه في السؤال نحن نعلم انه الفعل يرجع الى المصدر، في السؤال في البريزنت سيمبل، يعني هذا زمن مضارع بسيط، والسؤال هو هل هو عنده اطفال؟ هل هو يذهب؟ هل هو يذهب؟ داز هي جو، صح؟ هل هو يلعب؟ داز هي بلاي. بلاي وجو هي لا تضاف لها اس في السؤال. فلذلك احنا الهاز يرجع يعتبر كانه عندهم هو الاس، هو كانه مضاف اس، زي لما تضيف اس هو يعتبر عندهم الهاف الاس منها هاز. فباختصار انت هتشيل الهاز، ودائما يكون في السؤال والنفي دائما يكون هاف وليس هاز، يعني عشان انت لو واحد يقول انا متخربط باختصار انت احفظها، اللي مثلا ما دخلت دماغه تمام او حس انه دائما في السؤال لا تاتي والنفي لا تاتي هاز، دائما تاتي هاف. يعني لو اردت ان تقول هل هو يمتلك؟ Does he have وليست has. هو لا يمتلك؟ He doesn't have وليست He doesn't has. تمام؟ اعتقد الصوره الان واضحه. اخر نقطه عندنا Why you are sad؟ اخر سؤال، واحد بيترجمه برضه بيطلع معاه زي الفل، وكثير ناس بيسالوه في اللغه الانجليزيه من الطلاب او الناس، ليش او لماذا انت حزين؟ طبعا الخطأ هنا بكل بساطة انك ترجع الار الى هنا واليو الى هنا. ليش يا استاذ مراد؟ لانه في ترتيب السؤال زي ما احنا نشوف هناك ترتيب في تكوين جملة، اي جملة بتكونها subject, verb, object في اللغة الانجليزية ايضا السؤال له ترتيب. اول حاجة يأتي what, where, when, why، هذا رقم واحد. ثم يأتي بعدهم الافعال المساعدة were, are, is و وهاف وهاز، ياتي بعدها على طول مباشره كذا الترتيب. ثم ياتي السبجكت اللي هو يو ذي وي. واحد يقول بالله عليك عشان تكون اي سؤال، ايوه النقطه الاولى تجيب وات وير وين واي، تمام. النقطه الثانيه في تكوين السؤال بالوات انك تجيب الاس او الار او الواز او الهاف الافعال المساعده، تمام. ثم رقم ثلاثه ياتي السبجكت اللي هي او شي او ات او يو او علي او عبد الله. كده الترتيب يكون صح. انت بتترجم عربي ليش انت تكون حزين، هذه خطا، ولكن واي ار يو ساد هي الصحيحه. اتمنى انه تكون الاخطاء هذه مفيده لكم، لانه انا بسمعها كثير وبشوف طلاب كثير بيغلطوا فيها، فحبيت اني انا اوجه الضوء اليها او اسلط الضوء عليها عشان تستفيدوا منها ان شاء الله للمستقبل وما تعيدوا الاخطاء تبعها، سواء في البريزنت كونتينيوس او الافعال التي لا يضاف لها اي ان جي، او انك انت تحدد زمن الجمله وتستخدمه بشكل صحيح، او انك انت ايضا تعرف ان الداز والدو والديد فتستخدم فقط للافعال ولا تستخدم للصفات. فهي معلومات حلوه اليوم، وكيف ركبنا السؤال وكيف ان احنا حطينا الهاف في السؤال. اتمنى انه ان شاء الله يكون الجميع استفاد. لا تنسوا الاشتراك، لا تنسوا اللايكات، وممكن ترسلوها لزملاء لكم يستفيدوا منها. Thank you very much. Good luck. حظا موفقا. See you soon. أراكم قريبا.